حقيقة الشخص يتحير في ماذا وكيف يبدا عندما يقف مع هذه امام هذه الهامات من اباء الشهداء وامهات الشهداء واهالي المعتقلين الذين قدموا الكثير الكثير حقيقة. عندما يقدم الشخص اغلى ما يملك وهو قطعة من نواه فلذة كبده فتلك الكثير. قبل ان ابدا في كلمة بسيطة اقدم شكري الى والد الشهيد ياسين الذي حقيقة أثلج صدرنا هذا التكريم فهو يستحق أكثر من ذلك ما يقدمه من تحركات من أجل لم عوائل الشهداء والمعتقلين فيستحق أكثر من هذا التكريم وهو أخ وصديق لنا الشكر الكبير من هذا الرجل الذي نتعلم منه الكثير. نحن اليوم في حضرة عائلة الشهيد عبد الله العجوز الذي قضى كما قضى الكثير من أبناء هذا الشعب قضوا في حوادث غامضة. كنا نطالب دائما كنشطاء بيكون هناك تكون هناك لجان مستقلة للبحث والتحري لمعرفة كيف قتلوا هؤلاء. نحن دائما في تحرينا كنشطاء نصل إلى أن هناك يد تكون للسلطة بشكل أو شكل آخر في مقتل هؤلاء الشهداء، ولكن مع رفض السلطة أو إقرار السلطة بأنها بعيدة كل البعد عن هؤلاء الشهداء أو مقتل هؤلاء الشهداء، دائما كنا كنشطاء وكسياسيين وحقوقيين نطالب بلجان مستقلة لتبيان حقيقة مقتل هؤلاء الذين نحن نصل إلى قرار بأن هناك يد لدى السلطة في مقتل هؤلاء الشهداء. نحن نعتبرهم شهداء بأنهم قتلوا، نحن نقول بأنها حوادث غامضة بأن أكثر الحوادث نحن في تحرينا وبحثنا نصل إلى الحقائق بأنهم قتلوا فبالتالي نطلق عليهم شهداء، ولكننا نلام من قبل السلطة بأن ليس لها يد في مقتل هؤلاء رغم إقرارنا بأنهم قتلوا من جهتها. فبالتالي يكون مطلبنا دائما بأن تكون هناك لجان محايدة لجان مستقلة لتبين تبيان حقيقة مقتل هؤلاء الشهداء. نحن اليوم في حضرة هذا الشهيد الذي قدم من أجل هذا الوطن ومن أجل حقوق هذا الوطن قدم روحه سوى مطاردا وهذه الحالات الكثيرة التي عانى منها أبناء هذا الشعب، وبعد ذلك قتل في كما وصل النشطاء وجميعا على يد تصل إلى السلطة بطريقة أو أخرى. نحن نبارك إلى عائلة الشهيد هذه المكان الذي اختارها الله لهم، ونبارك لجميع أهالي الشهداء بأن اختارهم الله بأن يكونوا آباء وأمهات وعوائل الشهداء وأن يكون ابنهم شهيد لهذا الوطن وأن يفدي نفسه وروحه من أجل هذا الوطن ومن أجل أن يصل هذا الشعب إلى حقوقها الذي هو مستمرا إلى أن يصل إليها بأي طريقة وسيصل إليها إن شاء الله طال الزمان أو قصر بهذه الأرواح وهذه الدماء التي سالت بأنين أمهات المعتقلين الذين نرفع لهم القبعات بأنهم قدموا أبنائهم كذلك في المعتقلات من أجل مطالب هذا الشعب. لا أريد أن أطيل عليكم، شكرا لهذا الحفل، شكرا لهذا التضامن، شكرا للقائمين على هذه الفعاليات وعلى رأسهم الأخ الصديق والد الشهيد ياسين. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.